Lima. جبل موسى سي واحد الفيلم ديال دريس مريني كيحكي على واحد العلاقه الصداقه ما بين جوج ديال الشخصيات حكيم ومروان. فوالا انا كندير الدور ديال حكيم. التصوير صورنا في مير اللفت عند شي 4 سيمانات في مير اللفت. ما عادش غنقول لك بيان سور غادا القدام جو بونس كو لو سينما المغربيه غادا ستادير سا غروسي كاين كل عام كاين افلام كيكثروا زعما نقول لك فوالا سيتي كاين لا كاليتي كتلقى مره كتلقى دي فيلم دو بون كاليتي ونفس القضيه في التلفازه حتى التلفازه كيصوروا بزاف كيديروا بزاف ديال لي برودكسيون كاين شي حويجات كيكونوا شويه ناقصين وكاين بوكو دو بروجي كيكونوا في المستوى دونك جو بونس كحنا غاديين لقدام. مسلسلات كيبروبوزيو عليا بزاف ديال لي بروجي مي سوفون ما عنديش الوقت سوفون كندير ان فيلم دو سينما دونك كان جو بريفير الي فير دو سينما مي حتى المسلسلات ما عنديش مشكل فريمون دي فوا كاين شي حويجات فريمون دو بون كاليتي كيكون غير لا سيتوياسيون عندي فيلم اخر ولا شي حاجه ممكن نكون مشغول دونك ما كنقدرش نخدم والمشكل في المسلسلات كياخذوا شويه ديال الوقت سي واحد 3 شهور ديال التورناج دونك سي ديفيسيل باش تبلوكي راسك 3 شهور. هاجر بوزاويت ممثله مغربيه خريجه المعهد العالي للفيلم المسرحي والتنشيط الثقافي والان كندرس بجامعه الحسن الثاني بمحمديه تخصص دراسات مسرحيه. الان اليوم جينا لافون بروميير ديال لو فيلم جبل موسى للمخرج السينمائي ادريس المريني مع الممثلين كاملين الطاقم الفني والطاقم l'équipe technique et l'équipe artistique où alhamdoulillah on a eu beaucoup de ondes positives les échos كانوا زوينين le feedback aussi le جمهور كان حاضر معنا سواء هنايا في كازا ميغاراما سواء في le festival national du film et بطنجة والحمد لله احنا فرحانين بزاف. فيلم ديال دريس المريني كي هو فيلم روائي ان فيلم دوتور وكيطرق للفلسفه جميله بزاف لا من حب لا من وجود لا من ادب الفلسفه كل شيء اللي نقدروا نعيشوا فيها في مجتمع مغربي والحمد لله كل شيء داز على ما يرام. انا جسدت الدور ديال الهام الهاميه بنت عاديه في العشرينيات تلاقت مع شاب عاشوا قصه حب ولكن ديك القصه ما مالوغوزمون ما قدروش يكملوها لان هي كانت عندها ظروف اجتماعيه اخرى ونفسيه وما كانش بامكانها تكمل ماشي تكمل مي تحتمت عليها ديك الظروف وعاشت قصه اخرى هي قصه ماشي حب زواج عادي في كاي بنت سواء في المغرب سواء في العالم العربي او الغربي وتزوجت ببابا وفي الاخير كانت قصه محزنه. الفيلم جبل موسى اللي شفتيه عاد دابا هو روايه يعني فيلم مقتبس من روايه ديال الكاتب عبد الرحيم باهر هي يعني كانت روايه قريتها وعجبتني وجبرت في داخل هذاك الشيء اللي كنحس به انا واللي كنامن به واللي كنبغي نبلغه فاذا به صوبت فيلم وكان مخلص للروايه يعني ولو انه ماشي الروايه كلها ولكن كان مخلص يعني الفقره العمود الفقري ديال الروايه وروايه كتحكي على بصفه عامه على الحب وعلى الصداقه وعلى الايثار فهمتي وعلى واحد الرحله طويله في الفيلم يعني باش لاحظتي ورا طويله ما بين من الشك الى اليقين من الشك الى اليقين. انا الفيلم لعب فيه دور امام الكاميرا والدور الاخر وراء الكاميرا هو مدير الانتاج. قصة جميلة كنلعب انا الاب ديال الممثل الرئيسي اللي كيكون في الاول معوق من بعد ملي كنشوفوا الفيلم كنعرفوه علاش تعوق لانه هو واحد الكسيده كانت وقعت ومت فيها انا اللي با وداك الشيء وتماك بقى وكيبان لنا واحد السيد. المهم ما غاديش نحرق الفيلم. فيلم جميل فيه ممثلين جميلين فيه مخرج مزيان سيناريو رائع مناظر جميله من المغرب فيه واحد المجهود داروه للممثلين وللمخرج بالنظر لذاك الشيء اللي تعطى الفيلم ديال الفلوس
كيخص خمسه هاد المرات داك الشيء اللي عطات الدوله ليه باش يدار بحال هذا الفيلم هذا، وان شاء الله مضمون ليه النجاح. السينما المغربيه راه غاديه من حسن الى الاحسن. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم، وما تنساوش تابوناو في لاشين وتفعلوا الجرس للتوصل بكل جديد. لاله فاطمه.